الذي يأتي إلى مكة وليس عنده شيء يمنعه ما يحرص على زيارة الشيخ؟ مغبون، هو الخاسر. الشيخ ربيع ما يضره شيء، لكن هو الخاسر. والناس كما قلت لكم أهل السنة والله يستغربون منه، لأنه ما ينصرف عنه إلا مغموس، كما قلت لكم بالقيد هذا. إذا لم يكن له عذر، كعائلة لا يجد من يقوم بهم، أسرة معهم لا يجد من يقوم بها، أطفال ونحو ذلك، أو وقته قصير، أو نحو ذلك من الأعذار الصحيحة. أما من يقيم بمكة أسبوع وعشرة أيام ولا يستطيع الذهاب للشيخ ربيع ويقول أنه سلفي، يقول ما الذي منعه؟ ما في وجود أعذار صحيحة عنده، ما الذي منعه؟ إلا شيء في النفس، لا شك ولا ريب.